ننقي ايه بقى اقرمط؟ عشان ده مشوار مهم ولازم نروح. ايه اخر شياك ننقي ايه منهم يا ربي؟ ايه اللي يليق من الجلابيه ديت على الكوتش ده؟ ده ولا ده ولا ده؟ متهيألي اللي في النص. نلعب باللي في النص وبرضه دي اللي في النص. يلا يا عمرو يا حبيبي هنتأخر على المدرسة بسرعة شوية. تهيألي هو ده. والنبي الله يخليكي اللي أنا مش مصدق نفسي. ما هذه المفاجأة التي ليست على بال وليست على خاطر؟ والله أول سيادتك المذيعة غادة الحديدي صح؟ لا غادة الغنيم. أنا آسف بتلخبط بينك وبين لميس الغنيمي أصلا، بس والله العظيم أنا بحبك حب ويعلم ربنا. يعني لما بتيجي بتقعدي بقعد أتفرج على البرنامج ومفيش حلقة من برنامج كشف الكاستور إلا وقرمط لازم يشوفها. أنت القرموطي؟ إيه ده، هو أنا صوتي وصل لمادة الإنتاج الإعلامي كده ولا إيه؟ فين الكاميرا يا قرموطي فين؟ هو حضرتك صاحبة الكاميرا؟ أنا اللي كلمتك في التليفون، اللي نست معاك الكاميرا دي تبقى أختي. سبحان الله، تصدق أنا أول ما شفتها. بس أنتوا مش شبه بعض لا مؤاخذة يعني. مين اللي واقف معاها ده؟ والله لو عارف إن الكاميرا كانت تبعك. ميرسي قوي قوي يا قرموطي. أنا كنت طلبت أكتر من كده، وأنتوا بتكسبوا شوية؟ ده أنتوا على مصايب الناس الفلوس على قلبكم كده. الله أكبر، المذيعين دلوقتي هم اللي بيكسبوا على طول وبيتعمل لهم قفشات في الشوارع ولا قفشات الممثلين. امسك. إيه ده؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ لا يا ست هانم، احنا متفقين على 5000 جنيه. نعم. 3000 ونص، الحق بتاع ربنا. ايوه بس الفلوس اللي معايا ما تكملش، خد دول وبقى فوت عليا اي وقت، خد الباقي. لا الكلام ده ما يلدش عليا، معلش يا ست هانم، هو انا لما هديك الكاميرا هديها لك ناقصه زرار ولا ناقصه عدسه؟ الفلوس بالكامل تاخد الكاميرا بالكامل، معلش احنا بنتكلم، ده ما تزعلش. طب بص، هنوصل عمرو المدرسه، بعد كده نروح عند اي مكنه اي تي ام نسحب الفلوس. لا انا من رايي نعمل العكس، يعني نروح الاول اي مكنه تاني بن، وبعدين نبقى نوصل عمرو المدرسه، عشان هيبقى ده له حساب وده له حساب، معلش احنا بنتكلم ما فيهاش هزار. وبعدين عماله تقولي لي عمرو عمرو وانا مش شايف، هو فين عمرو؟ يلا يا حبيبي هنتأخر على المدرسة. يلا. ازيك يا عمرو؟ معاك عربية؟ ايوه. امشي ورايا بالعربية. عربية ايه؟ العربية، هنوصل عمرو المدرسة بعد كده نسحب الفلوس. ويعني انت هتركبها؟ لا انتوا تيجي وتركبوا معايا الأول وبعدين أنا أوصلك لعمرو المدرسة وبعدين نسحب الفلوس. تعالوا ركبوا معايا العربية نظيفة وحلوة.